درت فيها شويه الملح وشويه البزار وخلطتها مزيان. غنديرها تقله قطع البطاطا، غنديرها تقله الكميه اللي عندي كامله اللي غنديرها تقله. من بعد ما قليتها درت فيها جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس وشويه الملح وشويه البزار وكنحرك. غادي نزيد عليها، هنا زدت عليها ربعة البيضات، هنا عندي ربعة البيضات كبار او ثلاثة كما كتشوفوا هنا. راه كنخلط فيها بها باليد وحدة، يعني كنصور بايد وكنخلط بايد، ما بقيتش لي صور ليا. كلكم تخلطوها نتوما مزيان باش البطاطا تندمج مع البيض. هنا راه درتها في المول العجيب، كلشي كيعرف المول العجيب. بعد ما فرشت ليه الورق الطبخ، ضروري تفرشوا ليه ورق الطبخ وتسرحوها في هذيك البطاطا، تسرحوها في المول العجيب وكتدخلوها الفرن. هنا بعد ما خرجتها من الفرن قلبتها في طبسيل على هذا الشكل. هادشي علاش قلت لكم ديروا ورق الطبخ باش ما كتلصقش ليكم. نمشيو نحضروا لاصوص بشاميل اللي درنا فيها هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، نخليها حتى كتذوب على نار مهيله. الزبده الكميه اللي عندي كلها خصها تذوب على نار مهيله، ما نجهدوش العافيه. كلشي كيعرف يحضر لاصوص بشاميل. درت فيها هنايا شويه الملح وغندير فيها شويه ديال الابزار. نتوما نسموها باش ما بغيتو، ممكن تنسموها ببودره الثوم او بالكوزه محكوكه اللي عندكم نسموه بها. انا درت هنا شويه الابزار. كنحرك هذيك الزبده بملعقه خشبيه حتى كتذوب، حتى ما كتبقاش تبان لينا، تذوب نهائيا على نار مهيله. كنأكد لكم على نار مهيله، ما خصش النار تكون مجهده. من بعد غنزيد عليها معلقه ديال النشا او الدقيق اللي عندكم. انا هنا بغيت لاصوص تجيني شويه خفيفه، ما بغيتش تجيني عاقده. بغيتو نتوما تجيكم عاقده ديروا جوج معالق كبار ديال الدقيق او النشا. انا هنا درت غير معلقه ديال النشا. من بعد غنزيد عليها ونحرك، ما كنوقفش على التحريك، نأكد لكم ما نوقفش على التحريك. بمعلقه خشبيه كنزيد واحد نصف لتر ديال الحليب بارد وما كنوقفش على التحريك. كنحرك، كنبقى نحرك على نار مهيله باش ما يلتصقش لينا هذاك الدقيق اللي كيبقى الا جهدتو النار وما كتحركوش غتلصق. غنبقاو نحركو على نار مهيله حتى كتعقد لينا وحنا كنحركو. هاي بدات كتعقد ليا هنايا مع التحراك كما لاحظتوا. خليوها نتوما لو بغيتوها مازال تجيكم عاقده، خليوها على النار حتى كتعقد ليكم. كما شفتوا انا بغيتها شويه خفيفه في المقلاه، كناخذ البصل كنشحرو في الزيت كنحرك، كنخلي هذاك البصل مع شويه الزيت وشويه الملحه حتى كيدبل لينا داك البصل كنحسو به نزل واحد شويه. كنزيد عليه هنا كميه من قطع الدجاج او ممكن ديرو كفته على حسب الاختيار. هنا كنخلي البصله مع قطع الدجاج كتشحر على نار مهيله، كنخليو داك البصله وقطع الدجاج حتى كيطيب مع التحريك او الكفته على حسب الاشخاص، الكميه كتختلف. ها هو هنا بعد ما طاب ليا قطع الدجاج كنزيد شويه البزار، ما تكثروش البزار. كنزيد هنا شي نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره تقريبا. هنا نص معلقه ديال خرقوم بلدي، شويه تحميره غير شويه،
هنا زدت شويه ديال العطريه ديال الدجاج، اللي ما عندوش يستغنى عليها، نص معلقه ديال بودره الثوم، او ممكن تعوضوها بالثومه طريه محكوكه، زدت عليها كنحرك كلشي كيتحرك باش التوابل تدخل لينا في قطع الدجاج على نار مهيله. بعد ما طاب ليا كناخذ، بعد ما خرجت المول من الفرن، البطاطا اللي خرجت من الفرن، كندير نصف الكميه اللي عندي ديال قطع الدجاج اللي شحرت مع البصله، غير نصف الكميه في هذيك الحفره اللي كتكون في المول العجيب. كلشي كيعرف المول العجيب، هنا كندير نصف كميه ديال لاصوص بيشاميل، كنعمر هذيك البلاصه كامله، كنسرح لاصوص بيشاميل، كنزيد نصف الكميه اللي بقات لي ديال قطع الدجاج، كنزيدها فوق لاصوص بيشاميل، يعني غندير طبقه بطبقه. بقات لي النصف، دابا غنزيد لاصوص بيشاميل من الفوق، نسرحو على المول ديال البطاطا بعد ما خرجتها من الفرن، وفي الاخير كنرش بالفرماج محكوك على هذا الشكل. ممكن ديروا اي فرماج عندكم، هنا عندي هنا موتزاريلا، فرماج الاحمر مخلطين بجوج، اي فرماج ممكن تستعملوه، ماشي ضروري الفرماج. هنا بعد ما خرجتها من الفران كنقطعها على هذا الشكل، نتوما خليوها حتى كتبرد، هنا راه باقا انا سخونه عندي، كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، والسلام عليكم في وصفه جديده.